وفي المغرب تتواصل التحقيقات لتحديد حيثيات مصرع 28 عاملا يوم الاثنين الماضي إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع للنسيج غير مرخص بمدينة طنجة. وتعهدت السلطات المغربية بتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبة كل من ثبت تورطه في القضية. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد بالأمس، وجه الملك محمد السادس تعليماته للحكومة بضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث. معنا من طنجة رئيس شعبة القانون العام في جامعة محمد الخامس الدكتور عبد الحفيظ أدمينو. دكتور عبد الحفيظ، أهلا وسهلا بك. كيف يمكن تقييم التحقيقات التي تجري الآن في فاجعة طنجة؟ شكرا. أولا بطبيعة الحال الآن التحقيقات التي تجريها السلطات العمومية المختصة فيما يتعلق بمقتل العشرات من العمال فالذين كانوا يشتغلون في معمل بطبيعة الحال لا يحترموا مجموعة من الشروط التي تنظم مثل هذه الأشغال. بطبيعة الحال ليس هناك أي تسريب عن هذه التحقيقات، ولكن يمكن القول بأنه اليوم السلطات المحلية أطلقت مجموعة من التحقيقات مرتبطة أساسا بمدى احترام أصحاب هذا المعمل للشروط، أولا التي تضمن صحة وكرامة العمال وتحفظ لهم حياتهم بطبيعة الحال، ومن جهة ثانية مدى احترامه للشروط المتعلقة بإمكانية فتح مثل هذه الأماكن لممارسة مثل هذه الأنشطة، ومدى احترامه للشروط يعني الإجراءات التي تتضمنها مدونة الشغل المغربية ما يتعلق بالتصريح بهؤلاء العمال وتمكينهم من حقوقهم وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية. أين المشكل برأيك دكتور عبد الحفيظ في قضية متابعة هذه الشروط؟ أين يمكن أن يكون الإشكال تحديداً؟ الإشكال ربما قد لأنه التحقيقات الأولى أثبتت بأنه رب المعمل سبق وأن صرح لدى منظمات صندوق الضمان الاجتماعي، أي المنظمة التي تتولى تأمين هؤلاء العمال، وبالتالي على مستوى إجراءات المرتبطة بمدونة شغل فله كافة الوثائق. لكن الإشكال ربما الذي يطرح اليوم هو هل يتم احترام أو تم احترام الجوانب المتعلقة بإمكانية استغلال وتحويل هذا المحل أو هذا المنزل إلى معمل يمكن أن يضم هؤلاء العشرات من العمال. إذن وبالتالي فنحن نعلم أنه فيما يتعلق بالترخيص لمثل هذه المعامل لابد من أن تتوفر مجموعة من الشروط، ما يتعلق بالتهوية، ما يتعلق ب يعني الأماكن التي تخصص لفائدة العمال، احترام كذلك الشروط التي تضعها السلطات المحلية فيما يتعلق بالحصول على رخصة فتح هذا المحل وغيرها من الشروط. يبدو بأن المعمل أو هذا المسكن تم تخصيصه لهذا النشاط منذ أو نهاية التسعينات، وإذا وبالتالي فمنذ تلك الفترة وهو يزاول هذا النشاط بطبيعة الحال إلى أن وقعت هذه الفاجعة بطبيعة الحال وهذه الأمطار الغير متوقعة مما خلف هذا العدد الكبير من الضحايا. طالما أنه هناك عدد كبير من الضحايا دكتور عبد الحفيظ، هل نتوقع صدور عقوبات كبيرة على المتسببين فيما حصل؟ طبيعي لانه هذه هي منطق الامور، على اعتبار انه الامر يتعلق بارواح اكثر من 28 عامل وعامله داخل المعمل، وبالتالي فلا بد من ترتيب المسؤوليات المتعلقه اساسا بربما حتى السلطات المعنيه بالمراقبه وبالتفتيش وبالتاكد من احترام الضوابط المتعلقه سواء بفتحها مثل هذه المحلات او كذلك الهيئات التفتيش والمراقبه الخاصه باحترام مدونه الشغل ما يتعلق بالحفاظ على صحة العمال وتوفير أماكن آمنة بطبيعة الحال لهؤلاء العمال، إضافة إلى الشروط الأخرى كما قلت المتعلقة بالاعتراف بهم ولدى السلطات المعنية ولدى صندوق الضمان الاجتماعي، واحترام كذلك الشروط المتعلقة بالأجر والحدود الدنيا للأجر وغيرها من الشروط ربما أنها ستكون مناسبة. وسبق يوم أمس لجلالة الملك في المجلس الوزاري أن طلب
من وزير الداخلية بأن يتخذ كافة التدابير لمنع مثل هذه الأنشطة على مستوى كافة التراب الوطني وليس على مستوى مدينة طنجة فقط. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحفيظ الدمينو، رئيس شعبة القانون العام في جامعة محمد الخامس، كنت معنا من طنجة المغربية. شكرا لك.